يا ريت بنرفع كلمة صلاة لحتى الرب يكون هو عم بيحكي ويفتح أذهاننا باسم المسيح ويعطينا فهم وعيون وأذان. نشكرك لأجل صلاحك وأمانتك. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب، لأنك صالح، صالح وكلي القدرة. نشكرك لأجل قلبك وحنانك وحبك لألنا يا رب. شكرا لأجل معزتنا بعيونك. شكرا يا حبيبي يا رب لأجل كل ما صنعت لكي تريحنا وتخلصنا وتجعلنا في الارتفاع ورؤوس لأذناب. شكرا يا من افتقرت وأنت الغني لكي تغنينا بفقرك. نعطيك كل المجد، كل الحمد في هذا المساء حتى تفتح أذهاننا وقلوبنا وعيوننا يا رب، ونستوعب وندرك. وكل واحد يا رب بصلي توصل له كلمة بحسب احتياجاته، بحسب ظرفه، بحسب وضعه، بحسب أشواء قلبه. بصلي في هذه الليلة الكلمة لا تقع على الأرض، لكن تقع في قلوب عطشة، قلوب يابسة عطشانة لمياهك يا رب. منصلي انسكاب الليلة، إن كان من خلال الكلمة على القلوب أو روحك القدوس يتمشى في وسطنا ويخلق أمور جديدة ويخلق حياة جديدة في قلب كل شخص بعد ما اختبر الحياة فيك باسم المسيح. نعطيك كل المجد. آمين. كل شعب الله يقول، والغيفين يقولوا. حاسس في ناس غيفين بدون نسكافيه كانوا. طيب نفتح أشعياء، سفر النبي أشعياء، أروع أصفار الكتاب المقدس وأغنيها. أشعياء 43، رح أقرأ كم عدد وكم عدد من 44. سفر النبي أشعياء بالعهد القديم، هذا السفر اللاهوتيون بسموه الإنجيل الخامس. بس للتوضيح، وما في إنجيل واحد تاني تالت، لكن بحسب البشائر الأربعة بيعتبروا هيدا البشير الخامس، يعني لأنه أكتر سفر بيحكي عن المسيح بوضوح، أكتر سفر بالعهد القديم خاصة، حتى المسيح استشهد منه بأماكن. هلا بنشوفها 43 الآية رقم 3، ولا بتعرفوا حرام الآية رقم 1، ليش نروحن علينا؟ يلا. والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. جعلت مصر فديتك، كوش وسبع عوضك، إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. أعطي أناس عوضك وشعوب عوض نفسك، لا تخف فأني معك. ونقرأ من الآية 10، أنتم شهودي يقول الرب، وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أني أنا هو. قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا الرب وليس غيري مخلص.
أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب، وأنتم شهودي يقول الرب، وأنا الله. أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي، وأفعل ومن يرد. صح 44 آية 3، لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. آمين آمين. نيالنا بهالإله، نيالنا طوبانا بهيك إله. منلاحظ ما يقول أشعياء هو عن فم الرب، الرب اللي عم بيقول، يعني أشعياء كان رب عم بيستخدم فمه وعم بيستخدمه شخصيا ليقول اللي بده يقوله، مثل ما بيقول أحد المرنمين: روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. اولا لازم نعرف انه الرب هو اللي خلقنا، يعني نحن ما جينا من انفجار، مثل ما بيقولوا البعض الملحدين يلي بيؤمنوا بنظريه الانفجار البيج بان. نعم، انه صار انفجار بالكون ونوجد الكون مثل ما هو. عن جد ما اسخف الانسان. إذا بدك تعمل شغلة صغيرة بدك تشتغل عليها وتدرسها وتصممها وتشوف إذا فيك تعملها وقديش بتكلف وقديه بدها وقت وشو بدها آلات وشو بدها عدة تتعملها. وشغلة صغيرة، طاولة، كرسي، كباية، معقولة واحد يعملهم هيك بانفجار؟ يطلع معه كراسي وطاولات وشمس بتشرق وأرض بتبرم حول نفسها 24 ساعة وحول الشمس 365 يوم وربع بالسنة. قال الجاهل في قلبي ليس إله. جاهل. فلازم تعرف أولا أن الرب هو خالقك، يعني هو جابلك وصانعك، يعني أنت ما جيت صدفة وغلطة من أهلك. شو بقول؟ خالقك، يعني انت جاي معين من الله. واذا بدنا نحكي علميا، نحكي علميا يعني انت من ملايين الحيوانات المنويه، الحيوانات المنويه يلي كانوا موجودين، انت الوحيد اللي جيت، انت الوحيد اللي انتصرت وجيت على الحياه، وهوليك كلهم ماتوا. معك خبر؟ يعني انت خلقت منتصر، الله معينك تتجي، منك غلطة. أهلك غلطوا يصطفلوا، كلنا بنغلط لكن الله ما بيغلط. حتى تجي الله رايدك تجي، وما إجا وخلقك وقال لك دبر حالك اصطفل قلع شوكك بإيدك، لا، قال وجابلك يا إسرائيل، هو اللي جبلك، هو اللي رقم أعضائك ببطن أمك وعظامك عدى وحدة وحدة، وهو اللي أرادك بالطول وبالعرض وبالوزن وبنوع جنسك وبلونك وبشعرك. أنت ما جيت صدفة هيك، يعني فيك تقول عليه الإله الحكيم وحده. هو اللي خلقك وهو اللي جبلك. بيقولوا المرنب بالمزمور 119: يداك صنعتاني وكونتاني. يعني انت ما خلقت هيك، ايديه كانوا عم يشتغلوا عليك. انت ما معك خبر، بس هو عارف شو كان عم بيعمل.
والحق بيقول هيك، هو اللي كان عم بيكونك ببطن امك واللي عم بيكونك ببطن امك. هو هيك بده اياك، هو هيك بده اياك. يمكن انت مش عاجبك شكلك ولا لون عيونك ولا شعرك ولا طولك ولا العائلة اللي خلقت فيها ولا الحي اللي عايش فيه، كتير يمكن اشياء مش عجبتك. اهم شيء تعرف انه هو جبلك وصنعك ووضعك في هذا المكان مش غلط، هو له قصد حياتك. كتير مهم، لانه كتير بنعاني من هالامور اذا ما بنعرف الحقيقة. بصير عايش بتذمر وبأنين وبنق وشكاوي وشكاوي وشكاوي، وليش الله عمل فيي هيك وليه عم بيصير فيي هيك. الله بهمه جوهرك قبل ظروفك، قبل مكانك، قبل كيف عايش وقديش رح تعيش. لأنه يا أحبة حياتنا على هالأرض أشبار بخار، الأيام أسرع من عداء بيقول المرنم. يعني أنت همك مثل ما هم الناس، مستقبلي هون، حياتي هون. معك حق، ربنا رح يتركك، لكن المهم أنت تعرف هو شو بده منك. لأنه لما خلقك وجبلك ما خلقك آلي، خلقك حر، خلقك سيد نفسك. بس كان ناطر اليوم اللي أنت فيه تصير تعرف تاخد القرار الصحيح، تختار ما بين الشر أو الخير، ترفض الشر أو ترفض الخير، تختاره إله أو ترفضه. لا تخف لأني فديتك. من 2000 سنة الرب فدينا ونحن ما معنا خبر، لكن هون الكلام اللي عم ينقال قبل 2000 سنة، هون حوالي 2750 سنة. يعني الله بعلمه السابق أتم الفداء وأتم عمل الصليب قبل ما يكون على الأرض. يعني بعمل الله ورأي الله فداء البشر كان محسوم. نعرف أنه الله بيعرف المستقبل. من هيك كان بيقول عن دم المسيح ببطرس، المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. يعني من قبل ما نخلق كلنا ويخلقوا أجدادنا نحن، تنقول وأجداد أجدادنا نحن، وا 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 وا، الله برأيه وبنظره وبعلمه أتم الفداء. لكن كان ناطر أكيد ملء الزمان لكي يتمموا على الأرض، وترى الشعوب فداء وخلاص. لأن الله كان ناطر زمن معين لحتى اليهود ييأسوا من الناموس ومن أعمالهم الصالحة ويقشعوا حالهم على حياتهم حتى يقلن إجا الحل. يا يائس يا كئيب يا يلي مش عارف وين الحل وما قدرت تتمم الناموس ولا الوصايا، إجا الحل. أنا الحل. قال دعوتك باسمك أنت لي. تعرفوا أنا وصغير ما كنت أحب اسمي، بعدين صرت أحبه. كنت كتير هيك مقهور لأهلي يسموني مثل فلان أو فلاني أو فلان أو أو، ليش نقولي هالاسم؟ تعرفوا النهار اللي تقابلت مع يسوع تلو بشكرك على هالاسم. لكن الأروع من هيك، كل شخص بيكون أمين مع الرب، الرب محضر له اسم جديد، المكتوب على حصات على بحصة، قالوا ما حدا بيعرفه غيره.
بدك أعطيك مثال. بطرس شو كان اسمه؟ سمعان. قصبة في مهب الريح، يعني خبرية بتاخده خبرية بتجيبه، مزاجي. نرفوز ما بيتحيكا، طنبوز أسرع منه ما فيه. قصبة في مهب الريح دغري، لسانه أسبق من عقله. لما تقابل مع الرب قال له انت ما بقى اسمك سمعان. بتعرفوا بلبنان عندنا مثل سمعان بالضيعة، يعني ما تتعب معه، لا حياة لمن تنادي. قال له انت رح سميك بطرس، يعني حجر ضخم كبير، يعني صخرة صغيرة. بطرس تعرفوا بالفرنسي بيير مش روك، صح؟ او روش بالحري، يعني حجر من احجار كنيسة المسيح. غيروا اسمه ولا لا؟ وهذا بقوله بالرؤية. قديش انت ماشي مع الرب رح يعطيك اسم جديد. لكن اللي رائع هلأ بيقلك انا دعوتك باسمك، يعني اسمك اللي مش عاجبك انا عيطت لك فيه. خبرك شيء يمكن تستغرب شو رح قلك. كان عمري بين 7 أو 8 سنين، يعني بهالحدود كنت عايش بمدرسة داخلي، أهلي اضطروا يحطوني بمدرسة داخلي. عشت حوالي 8 سنين بمدرسة داخلي، إن شاء الله ما حدا بيعيش فيها. كنت أسمع صوتي عيط لي باسمي، اطلع وراي فكر حدا عم بعيط لي، بس بكل الأولاد حوالي، بس هيدا الصوت مش صوت ولد. مرتين اسمع صوتي عيط لي باسمي، ابرم وراي اطلع. أتير الرب ليك ومن أين عم بعيط لي؟ ما بعرف إذا صايرة مع حدا. أمين. هينا أجوب صايرة معه. هللويا. هينا طوني. هيدا إلهنا. من هيك بقول دعوتك باسمك. دعوتك باسمك. يعني أنت شخص بقلبه بفكره موجود، منك صدفة. والرائع جبول لا تخف، وعندك هالوعد كل السنة فيك تمسك كل يوم وعد من هالوعود. لا تخف طازة كل يوم، لا تخف، يعني مش بحاجة تحطه بالراطة يضل طازة ولا بالفريزر. 365 يوم في وعد بالكتاب المقدس، لا تخف. شو رأيك؟ يعني ربي يشجعك كل يوم، قالي لأني معك. لو نحن بعيد عنه انتبه، لأنك صنع إيديه وجبلك وكونك بتعنيله. نحن لما بنعمل شيء بنحبه بنقدره، بس هو تحت سيطرتنا وحكمنا، ما بيقدر يعمل أي شيء اللي نحن بنعمله أو بنخترعه، صح؟ أي شيء شو ما كان يكون، طبخة، شيء صنعته اخترعته، دايما خاضع لألك. الله بجبروته وعظمته لما خلق الإنسان قال بنعمله على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. خلقك لأنت تتسلط بالحياة، مش هو يتسلط عليك. نحن بنعمل شيء تنتسلط عليه، صح؟ شفت لك حدا مثلا او شركة اخترعت سيارة لحالها بدها تمشي على راس السيارة، ما بتزبط. حتى لو عملينا الى كاميرا وبتقشع وبتعمل، بالنهاية هي خاضعة لمين؟ للمخترع تبعها. ربي يقول لك بإرادتك انت اذا بدك تجي لعندي انا بستقبلك. منك يعني عيش عبد عندي وبتحكم بحياتك. يا احبة، نحن اللي عايشينه هلأ حصاد ما زرعنا. كل شيء الإنسان هلأ عايش فيه حصاد وزرع. شو حصادت؟ زرعت.
أو شو حصدوا أهلك، ممكن أنت تكون زرعت. ممكن في أهل ورطوا أولادهم ديون، عايشين حرام تيوفوا ديون أهلهم. لكن الرائع بإلهنا، عندك إله قادر يوقف حدك، بيقول لك الليلة لا تخف لأني فديتك. وليقول لك فديتك، انتبه، قال بيقول بطرس قال ما فديكم الرب بذهب، ما فديكم بفضة، ما فديكم بجواهر، ما فديكم بأموال ومصاري، فديك بنفسه بدمه. سفك دمه فداء عنك، قدم حياته، سكب حياته على الصليب فداء عنك وعنك. يعني قديش قيمتك؟ بقيمته. انت صار لك قيمة بقيمة الرب، ثمنك بنفسه. يعني ما استغلى نفسه عليك، شافك غالي قد ما هو التمين انت بمقياسه، قال لك انا رح ابذل نفسي عنك. يعني تصور قديش انت تمين، رح اكد لك اياها. ليك بالعدد 4 شو بيقول؟ اذ صرت 43:4 عزيزا في عيني. قد ايه انت عزيز بعيونه؟ قال مكرما وانا قد احببتك. لك هالكلام الرب عم بيقول لك انت كتير عزيز بعيونه ومكرم، منك محتقر، منك ذليل. الناس بتقيسك وبتقدرك وبتقيمك على اللي هني عندهم اياه واللي هني بيتمنوه. يعني اذا عندك ميل هو، اذا عندك جمال هو، اذا عندك علم هو، اذا عندك حسب ونسب كمان، واذا ما عندك هول شو هالشر، شو حيدا. انتو عارفين كلنا عنا بي واحد اصلا اسمه ادم. نحن كلنا من بي ادمي آدم. أنا لما بحتقر خي الإنسان، أنا احتقرت ما صنع الله وما عمل الله. والكتاب بيقول لك ما تحتقر الإنسان اللي الله خلقه عصورته ومثاله. فما يهمك رأي الناس كيف بيتمنوك، كيف بيطلعوا فيك، المهم هو كيف بيطلع فيك، والمهم هو شو محضر لك بالمستقبل. ليك شو بيقول لك؟ أعطي أناس عوضك. إذا اضطر الموضوع وإنت ابني وإنت بنتي، قال أنا بعطي ناس عوضك. يعني إنت أهم من الناس. مش بنتها ما بيحب الناس، بس وليك مش ملكينه على حياتهم، عايشين على راسهم. وليك بما أنه عايشين على راسهم، هن ابتعدوا عن الرب، ما أنهم عايشين تحت مظلة الله، فهن ما بدهم إياه. والله خليني اقول لك، مش عايز الانسان، من هو عايز الانسان؟ الانسان عايز الرب. نحن الرب مجده معنا ما بيزيد، وبلانا مجده ما بينقص. من هيك بيقول مجدي لا اعطيه لاخر، مجدي لا اعطيه لاخر. برجع بيقول لك لا تخف فاني معك. عدد 5 كم مرة صار إيه هون؟ لا تخف، لا تخف. يعني عايش بالخوف، عايش بالرعب، عايش بالحزن، عايش بالقهر، أنا بكفكف لك دموعك. ليكو هالقلب اللي عليه. طب رغم أنه أنت عم تخطي وعم تكسر وصاياه وعم بتزعله ولسانك عم بيفرط من وقت لوقت وبتعمل أعمال وبتحكي كلمات، لكن ليك قلبه بيقلك أنا معك. مش معناتها راضي على اللي عم تعمله، لا، لحتى يقلك أنا اللي بعينك، أنا اللي بشيلك من اللي أنت فيه، أنا اللي بغير حياتك، أنا اللي بنزع الخوف من قلبك. تتذكروا التلاميذ لما سبقوه بالسفينة
قال له نروح والعبر انا بلحقكم. راحوا بالسفينه وبالليل شو صار؟ اجت الدنيا وقامت. ابليس هيج للبحر بده يغرقهم ويخلص منهم. قال لك اختار لك 12 خليني اخلص منهم تيرجع ينقطع بليهم. لكن هو عمين عم يلعب اللعبه. وكانت الاعتقاد بهديك الوقت انه اذا هيك شيء بيصير اليهود عندهم عقيده انه هيدا روح شرير. واذا حسوا بخيال جايه فوق البحار قالوا لك خلص هيدي اخرتنا هون رح نندفن بالبحر. لكن مين اللي كان جاي؟ يسوع. والرعب ملأ قلوبهم. غير ما انه الامواج والرياح اتي ورح تضرب السفينه وتغرق. وكان الهزيع الرابع يعني من الساعه 3 وطلوع احلك ساعات الظلام. شو قال لهم يسوع؟ لا تخافوا انا هو. نفس الكلام اللي عم بقوله اشعيا هون. لك شو بقول؟ ايضا من اليوم انا هو. انا هو. هالكلمه اللي قال لهم اياها شجعتهم. واول واحد تشجع بطرس. قال له اذا انت هو مرني اجي لعندك على المي. مشي على المي ولا ما مشي؟ مشي. يسوع قادر يمشيك فوق ظروفك، فوق اوضاعك، قادر يخليك تختبر انه هو الماشي على لجج المياه مثل ما بقول بايوب، وبيخليك تمشي معه. لكن صدق كلامه. بطرس لو ما صدقه قال له اذا انت هو امرني اجي لعندك، قال له تعال. كلمة تعال. الله مش بحاجة أكثر من كلمة يقول لك. أنت يمكن بحاجة تفكر بدك موضوع إنشاء فرمين منه. كلمة كلمة. كل كلمة من الله نقية. حياة. سلطان. لما خلق العالم بشو خلقه؟ بكلمة. ليكن نور. منين إجا؟ لتفض البحار. منين إجوا هالملايين الحيوانات بالبحار؟ ليطر طير في السماء. منين اجوا الاف ومؤلفه من الطيور بالسماء؟ منين اجوا؟ من كلمه. اذا بتصدق كلامه الليله انت الربحان، انت الربحانه. شيل من راسك المنطق البشري والتحاليل البشريه والدراسات البشريه والمختبرات البشريه، شيلها من راسك. الهك فوق كل هالامور. فوق الظروف، فوق الأوضاع، هيدا إلهك. لك شو بيقول؟ وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا وتفهموا. لكي تعرفوا وتؤمنوا وتفهموا إني أنا هو. افتح يوحنا 12 شوف الآية. تقريها بيوحنا 12، إنجيل يوحنا 12. يلي بتأكد لاهوت الرب يسوع المسيح انه هو اللي كان عم يحكي هالكلمات. هيدا كلامه. قالوا اذا ما امنتوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. طب انت حابب الليلة تموت بخطاياك؟ رب بده اياك تفهم الليلة، وبده اياك تؤمن، وبده اياك تعرفه. مش تعرف عنه، تعرف شخصيا مخلصك وربك وإلهك أكثر ما هو جابرك وصانعك. لأنه نحن منخلق خطاط يا أحبة، من البطن سميت عاصي. ما فيك، مش بإيدك ولا بإيدي، من البطن منخلق عصاة متمردين على القانون وعلى الطبيعة وعلى الله وعلى البشر. في شيء بداخل الانسان عاصي ومتمرد على طول، ما بدي اسمع الكلمه، ما بدي اطيع، ما بدي امشي. القوانين صنعت لتكسر. هذا شعار البشريه. لاحظوا نادرين اللي بيحبوا يطيعوا القانون، نادرين. من رؤسائنا ونزول. بيحكونا بالقانون وبالدستور وكلهم كاسرينه. فتش على اللي عايش عليه. فإلهك بده اياك الليلة تعرفه. ليك شو بيقول؟
قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. ما تحط أملك بغيره، ما تحط أملك بغيره. قبلي بيقول لم يصور إله وبعدي لا يكون إله، يعني أنا الأول وأنا الآخر، أنا البداية والنهاية، أنا الألف وأنا الياء. قال أنا أخلص ولا منقذ من يدي. إليهك اللي بيخلصك الليلي اسمه يسوع، اسمه يسوع. لاحظوا شو بيقول، أنا الرب. مرتين بيقولها، ذكرني بيوحنا شو بيقول دايما، الحق الحق أقول لكم، الحق الحق أقول لكم. هون عم بيقول لك أنا الرب وليس غيري مخلص. يعني إذا حاطت أملك ثقتك رجائك بغير الرب، من هيك أنت فشلين وتعبان. بتعرف الكتاب شو بيقول؟ كثرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لما بتركض وراء بشر حتى لو قديسين أو قديسات رح تفشل، مش رح تنغفر خطاياك، مش رح تتحرر من خطاياك، رح تضل عبد الخطية وعايش متدين بدون سلام، بدون حياة، بدون علاقة حقيقية مع الرب. ما تخدع نفسك، الله عم بيقول هالكلام. فكرك مش عارف الله كان لبعد آلاف السنين شو رح يصير؟ عارف، عارف. وبيقول لهم، قال لهم خبروني بالآتيات، مين بيعرفها غيري اللي بدها تجي، والأولويات اللي اجيت مين؟ هو. من هيك عارف شو رح يصير كان بالمستقبل. وخليني اقول لك، في امور انذكرت بالعهد القديم حرفيا عم بتصير بايامنا هلا من عبادات مغلوطه. حابب تعرف؟ افتح ارميا 44 واقراها بالبيت، تفهم علي لحالك. ارواح شرير عم بتضل البشر عن مخلص العالم الوحيد، تيضلوا الناس بخطاياهم. لاحظ، كل اللي ما عم بيجوا لعند يسوع مباشرة وبس عم بيضلوا بخطاياهم، مش عم بيتحرروا، مش عارفين حالهم بعد الموت وين رايحين، مش عارفين إذا على السماء ولا على جهنم، ومش عارفين إذا في شيء بين اثنين، في شيء حل وسط، ما في. العدد 44، وهذا اللي حابب شدد عليه الليلة، آية 3 بتقول لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. اللي حابب أقوله الليلة، حابب رب يسكب عليك مياه الليلة؟ حابب تختبر سكيب منشف تعبين يأسين، بتطلع حواليك ما حدا حاسس معك، ما حدا بحبك بدون مصلحة؟ إذا حاسس الإحساس يا ريت تتقرب لقدام. حابين نصلي لكم الليلة، الرب الليلة بده يسكب عليك مياه. حبيب حاسس إنك منشف ويابس، شو بيقول؟ أسكب ماء على العطشان وسيول على اليابسة. سؤال مجرب ومجربين، الرب الليلة بيستعد يسكب بقلبك مياهه ويسكب روحه عليك. مجرد بتقوله أنا بدي إياك يا رب، أنا بدي توب عن كل خطاياي وبدي ملكك على حياتي رب ومخلص، وحط ثقتي بفديتك اللي فديتني فيها على الصليب، هي دمائك الزكيه.